دلوقتي عندي باستا بالسلامي والموتزاريلا، تعالوا نعملها كده برضو بسيطة وسهلة. لو جاية مثلا من الشغل متأخرة، الولاد جايين من المدرسة وعندك مشوار قبل ميعادهم، فحاجة برضو سريعة كده ندخل نعملها بسرعة جدا. عندي مكرونة شرايط للباستا السلامي والموتزاريلا، عندي مكرونة شرايط وعندي 8 كيلو سلامي، ده بقى نقدر نزود نقلل براحتنا خالص، وعندي كمان جبنة موتزاريلا، وعندي فلفل مفروم مشوي أحمر، واتنين فص توم مفروم، وبقدونس مفروم، وعندي بابريكا وملح وفلفل. هقول مقادير مره كمان: مكرونه شرايط، وعندي 8 كيلو سلامي، جبنه موتزاريلا، بقدونس مفروم، 3 فلفل احمر مفروم مشوي، 2 فص ثوم مفروم، وبابريكا وملح وفلفل. خلاص. طيب اول حاجه شويه فلفل. الفلفل اللي انا شوياه فلفل احمر عادي، هحطه في شويه زيت واشويه في الفرن زي ما بعمل البتنجان كده لما باجي اعمل بابا غنوج، او ممكن اعمله على البوتاجاز من فوق براحتنا خالص لو حابين. هات لي الفيشه دي هاني بعد اذنك. معانا ريهام. الو الو. ايوه ازيك يا ريهام، عامله ايه؟ اتفضلي حبيبتي انا معاكي. عايزه اعرف طريقه الحواوشي الاسكندراني. حاضر. عينيا يا ريهام. حاضر. ماشي ماشي يا حبيبتي. شكرا. ميرسي يا حبيبتي. عندي هجاوبك حاضر يا ريهام، بس هنكمل كده. الفلفل المشوي اللي انا شوياه زي ما قلت لكم فلفل، هحط عليه شويه زيت وهدخله يتشوي في الفرن او على نار البوتاجاز زي ما بعمل البتنجان بتاع البابا غنوج، صح؟ تمام. انا عايزه افرمه على قد ما اقدر يبقى ناعم. هنزل بس كده، هنزل اطرافه شويه. تمام. وهبدا افرمه على قد ما اقدر يبقى ناعم. ممكن نعمله معجون شويه لو حابين، لو حابين نفرمه كده ناعم يبقى في حتت براحتكم خالص. تمام. ممكن كمان التوم اللي انا استخدمه اكون شوياه، يعني ممكن كمان استخدم التوم كمان بتاع الوصفه دي نكون شاويينه، هيدي طعم حلو قوي. تمام. هجيب كده عندي حل على النار، هحط فيها شويه زيت. طريقة مكرونة سهلة جدا وبسيطة، اديها بس تشويحة كده على النار قبل ما ادخلها الفرن الجبنة تسيح والكلام ده كله. تمام. مش هتاخد وقت خالص. هحط فصين توم كده في الزيت، مش عايزة التوم يلون. هنزل وراه بالبقدونس كده على طول. تمام. الشكل ده كده خلاص. هنزل بالفلفل المشوي. هوطي بس النار شويه كده اهو كده خلاص كده. تمام. تمام. الفلفل المشوي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، يبقى البقدونس الثوم والفلفل المشوي. اوطي بس شويه كده خلاص. هنزل كل الكميه واحط شويه بابريكا، شويه فلفل اسود، شويه ملح، وابدا احط الباستا بتاعتي. معانا اميره، شيل بس معلش ده من على النار عشان ايه. ازيك يا اميره؟ اميره اهو. اميره ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ انا معاكي جميله. اتفضلي. معاكي. اتفضلي يا حبيبتي. عايزه اعرف طريقه عمل كيكه بالشوكولاته. طريقه عمل ايه؟ ممكن تقولوا لي يا جماعه في الكنترول طريقه عمل ايه؟ كيكه شوكولاته. حاضر حاضر يا حبيبتي هقول لك. نحط المكرونه كده ونقلب بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. تمام. الفلفل المشوي مع البقدونس والثوم والكلام ده كله زي ما احنا شايفين كده بالظبط. وهجيب الطاجن بتاعي اللي انا هدخله الفرن،
ممكن احط شويه مكرونه كمان كده، احطهم كلهم تمام واقلب كويس وابدا احط المكرونه اللي عندي دي في الطاجن اللي انا هدخله الفرن. اقضي الدنيا كده هنا خلاص. هجيب طاجن فرن كده بايركس او فخار او سيراميك براحتكم خالص المتوفر معانا نجلاء، واحط فيه المكرونه. ايوه ازيك يا نجلاء؟ ازيك يا شيف عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي كله زي الفل. اتفضلي يا حبيبتي. لو سمعت كنت عايزه اسال على طريقه الجمبري. حاضر، عايزاه طريقته ايه؟ عايزاه جمبري بايه؟ عايزه الشوربه بتاعت الجمبري. حاضر حاضر يا حبيبتي هجاوبك. نجمع بس كل الاسئله كده هجاوبكم عليها واحنا شغالين قبل ما اقفل الحلقه. تمام، ابدا اوزع كده المكرونه بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. فلفل مشوي حلو جدا معاها مع الثوم، كمان لو الثوم كمان شاويينه هيديني طعم ومنتهى الجمال، طعم هتحبوه قوي يعني. تمام كده، اهو الشكل ده، وابدا بقى احط السلامي والجبنه الموتزاريلا. حط الجبنه الموتزاريلا كده فوق الوش بالشكل اللي انتوا شايفينه، ممكن جبنه شيدر، ممكن جبنه رومي، ممكن اي نوع جبنه يعني متوفر عندي. تمام اهو بالشكل ده، ونرص سلامي كده بالشكل ده. معانا ام محمد. ام محمد؟ ايوه نعم. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الله يخليك يا ابله. الله يخليك يا حبيبتي اتفضلي جميله. كنت عايزه اسال عن صينيه البسبوسه لو سمحتي. صينيه الايه؟ البسبوسه. البسبوسه، حاضر يا حبيبتي حاضر. حاضر، ونعملها كمان قريب مع بعض عشان سألنا عليها كتير، فعايزين نعملها ان شاء الله مع بعض عشان نشوف كمان بتطلع طرية ازاي وايه الحاجات اللي بتنجحها وايه الحاجات اللي بتنشفها والكلام ده كله. ماشي كده، المكرونة عندي جاهزة ان انا ادخلها الفرن. مكرونة عندي مستوية، السلامي اصلا بيبقى مدخن، يعني مجرد ان انا ايه هسيح الجبنة وكله الجبنة كده تسيح على المكرونة وتتجانس مع بعض، هطلعها على طول اقدم خلاص. هحطها في الفرن والح طبعا على الدقيق ده الطبيعي اللي احنا بنعمله، وبعد كده بنقوم حاطين المواد الجافة على المواد السايلة. المكرونة اهي قدامنا طلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ومعانا ام محمد. الو السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا ام محمد؟ ازيك يا شيف اسماء؟ الحمد لله يا حبيبتي كله زي الفل الحمد لله. انا بحب حضرتك جدا والله. تسلمي لي يا حبيبتي، تسلمي لي يا رب، تسلمي لي. بتابع كل وصفاتك والله وبحب كل اللي انت بتعمليه. تسلمي لي، اهم حاجه ان انتوا بيعجبكم الوصفات وبتطبقوها وبتنجح معاكم، ده اهم حاجه بالنسبه لي بصراحه. قولي لي لو عندك اي سؤال يا محمد. انا من اشد معجبينك يا شيف اسماء والله، بس انا تسلمي لي يا رب. قولي لي عندك اي سؤال. انا عايز اعرف بس طريقه الجاتو. طريقه الجاتو؟ لا بصي، الجاتو والترت ان شاء الله ان شاء الله وعد مني هنعمل حلقات مخصوصه، كذا حلقه كمان مش حلقه واحده، للجاتوهات والترت وحاجات الاعياد ميلاد والكلام ده كله هنعمله ان شاء الله، في مفاجات كتير إن شاء